من جانبه قال قائد عمليات سامراء اللواء الركن عماد الزهيري أن الإنجاز الذي تحقق بمواجهة كورونا جاء كنتيجة لدراسة الواقعية لخلية الأزمة، مبينا أن التوقيتات الجديدة للتخفيف من ساعات حظر التجوال ستساعد المواطنين على إنجاز عملهم خلال شهر رمضان، إضافة إلى أنها تدعم الواقع الاقتصادي للمحافظة. كما هو معلوم أن هذا النجاح اللي حققته توس في محافظة صلاح الدين واللي صار نموذج عراقي واضح ويشار له بالبناء إقليميا ودوليا، بنى على موضوع العمل الجماعي ودراسة واقعية على الحقائق في داخل الأرض. حقيقة هذا ليس الاجتماع الأول، وهنالك على مدار الساعة تفاهمات كثيرة ما بين القيادة الإدارية للمحافظة والقيادة الأمنية وأنتج هذا النجاح. طبعا اللي مثل ما اشار السيد المحافظ واعضاء خليه الازمه، يعني التوقيت من الساعه 600 التوقيت العسكري للساعه 1900 7 مساء في التوقيت العسكري ايضا وقت كافي وجيد ومهم ايضا للحياه الاقتصاديه ولمتطلبات التبضع للانسان. كذلك احنا دخول رمضان هذا الحقيقه التوقيت يجي انسجاما مع طبيعة هذا الحقيقة الشهر الكريم والفضيل وطبيعة حركة الناس، فلذلك جت الدراسة دقيقة لاختيار هذا التوقيت. الحركة الاقتصادية مستمرة وناجحة وتطور بشكل كبير، حتى عندنا بعض المشاريع الأخرى اللي تم طرحها من قبل الأخ المحافظ والأعضاء إن شاء الله في الاجتماع القادم تدرس لتطوير عمل سواء على مستوى موضوع التسويق الزراعي أو مستوى بعض المعامل الصناعية، وهذا بالتأكيد القرارات راح تنسجم وتأتي مع متطلبات الحياة الاقتصادية. القيادة مصرة على تنفيذ أمر منع الوافدين سواء العرب أو الأجانب أو كل حقيقة من يروم دخول المحافظة إلا للاستثناءات التي تم الإشارة إليها، وفي حالة وجود موافقات خاصة مثل ما اليوم غادرونا 400 عامل تركي، حقيقة استحصلنا موافقات رئيسية وصارت بعلم خلية الأزمة ومروا مرور الكرام. مثل هكذا ملفات تأتي من خلال التخطيط والتنسيق المسبق، وعملية التنفيذ على الأرض تعتمد بشكل كبير على أوامر واضحة وتعتمد بشكل كبير على عمل جماعي، وهذا سينتج لنا النجاح إن شاء الله المتوقع. بالنسبة للعجلات طبعا تجري عليهم قوانين شرطة المرور، وبالنسبة للمخالفين تجري عليهم قوانين الشرطة ويقدمون، وعندنا عشرات بل مئات المخالفين اللي تم حقيقة تغريمهم ماليا وتم حجز حتى موضوع العجلات. كان هنالك إشارة واضحة من خلال أحد الاجتماعات قبل شهر، وأصبح الحجز للعجلة 15 يوم، ونأكد هذا الموضوع أنه اللي يتجاوز سيكون حقيقة رجال القانون بالمرصاد إليه، خاصة أبطال أقسام الشرطة وأفواج الطوارئ العاملين ضمن مراكز القضية والنواحي.